الحديث عن آخر تطورات المعارك في ليبيا ينضم إلينا من اسطنبول عبر الهاتف الباحث السياسي الليبي الأستاذ ياسين خطاب. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين. أستاذ ياسين، لماذا هذا الغموض فيما يتعلق بالموقف العسكري وتضارب الأنباء حول الجهة المسيطرة على مطار طرابلس؟ تحية لك ولمشاهديك الكرام. أهلا بك. يعني مطار طرابلس العالمي يعني أخذ أكثر مما ينبغي على اعتبار أنه في حقيقة الأمر ليس منفذا حيويا. هذا المطار متوقف منذ 5 سنوات ولا يعمل، يعني هو فقط يعني يمثل رمزية على اعتبار أنه المطار هو المطار الأكبر صحيح في ليبيا، لكنه متوقف ومنذ أحداث فجر ليبيا، بعد الأحداث التي حدثت فيه والاقتتال الذي جرى في داخله عطل أجزاء منه. فالسيطرة على مطار طرابلس هي يعني بروباغاندا سياسية تقوم بها قوات حفتر لإظهار أنهم سيطروا عليه. هم فقط صوروا فيه وخرجوا في بروباغاندا سياسية، ثم بعد ذلك سيطرت عليه قوات حكومة الوفاق، وقوات حفتر الآن هي بعيدة جدا عن مطار طرابلس العالمي، هي الآن تلاحق في مناطق جنوب طرابلس وعلى تقوم غريان. يعني الوضع ليس كما كان في صباح اليوم. هناك هجوم جرى من قوات حكومة الوفاق، الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق ضد قوات حفتر، وهو جعل قوات حفتر تتراجع حتى وصلت إلى تقوم مدينة غريان وتتراجع في المناطق التي سيطرت عليها في صباح هذا اليوم. نعم، السراج دعا المجتمع الدولي لعدم المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه وبين من يدافع ضد المعتدي. كيف قرأت خطاب السراج؟ خطاب السراج يعني كان يعني معقول، يعني بإمكاننا نقول خطاب معقول، كان هو لم يكن خطابا متشنجا، لكنه كان الرجل كان واضح بشكل كبير في هذا الموضوع. أنا أظن أن الرجل وجه خطابا للمجتمع الدولي الذي يتسم بلغة دبلوماسية مغرقة في البراغماتية والنفعية والمصلحية لليبيا، لأن يجب أن نفرق في هذه اللحظات بين من يدافع عن نفسه كما قال السراج وبين الباغي. يعني هذا ألف باء أخلاق سياسية وألف باء فلسفة سياسية. عندما نقول اليوم أن حفتر نقض كل العهود ويعني كنا نتحدث عن ملتقى جامع وعن حل سياسي والبعثة الأممية، والرجل كان قريب جدا من السيطرة على طرابلس سياسيا، يعني كان هو قائد عام للجيش وفقا لاتفاق ابو ظبي، وكان هو من سيختار نائب لرئيس المجلس الرئاسي، لكن الرجل لا يقبل ان يكون معه احد في السلطه. الرجل ما زال مسكون بالوحدويه وبالتيار الناصري القديم، ويرى ان يعني لا يمكن البلد ان يحكم الا بشخص واحد، والرجل مسكون ايضا بالزعامتيه، فهو لا يبحث عن حل سياسي تحقيق الامر، وانما هو يعني خان كل العهود التي أبرمت معه، وهو اليوم يعني قتل ويعني قضى على كل أحلام الليبيين في تسوية سياسية عبر هذه المغامرة العسكرية التي أظن أنها لم تكن محسوبة، وأن حفتر لم ينتظر حتى تنضج تحالفاته في المنطقة الغربية، ولو كان أبقى على يعني حالة قبل هذه المعركة وقبل هذه المغامرة التي خاضها لكانت حظوظه أكبر في التسوية السياسية. أظن أن اليوم أفق التسوية السياسية في البلد تراجع بشكل كبير في ليبيا بسبب ما أقدم عليه حفتر. نعم، ما هي المخاوف يعني التي ربما قد يشعر بها سكان طرابلس إذا ما صحت الأنباء عن يعني قرب سيطرة حفتر على المدينة أو سيطرته بشكل مطلق؟ يؤسفني أخي الكريم أن الإعلام العربي هو يعني حتى الإعلام الذي يحسب على قوى الربيع العربي أن يسقط هذه البروباغاندا. حفتر لم يسيطر على طرابلس وليس على تخوم طرابلس، والآن هو المدافع وليس المهاجم. أنا أظن أن يعني البروباغاندا التي مارسها حفتر يعني أثرت على كثير من وسائل الإعلام العربية، حتى أنا وصلنا اليوم نتحدث عن أن حفتر يعني بإمكانه السيطرة على طرابلس. فكرة السيطرة على طرابلس ما زالت بعيدة، وفكرة الحسم العسكري في ليبيا لن تكون لأحد. كنا نتحدث عن أمال لتسوية سياسية، لكن للأسف يبدو أننا يعني في حقيقة الأمر فقدنا الثقة في التسوية السياسية. هذه المعارك الأخيرة أفقدت الناس الثقة
أو شركاء حفتر السياسيين الذين كانوا شركاء مثل السيد السراج والسيد بشاغة فقدوا فيه كل الثقة، وفقدوا الليبيين أيضا وقطاع عريض من الليبيين في المنطقة الغربية اليوم فقد الثقة أيضا في المجتمع الدولي. فما يحدث اليوم عسكريا لا أظن أن بإمكان حفتر أصلا أن يحافظ على أي موقع له في المنطقة الغربية في الفترة القريبة، لأن خطوط إمدادها بعيدة من ناحية عسكرية، وأقرب خطوط إمداد له تبعد عنه أكثر من 600 كيلومتر. يعني المجتمع الدولي اليوم، يعني أستاذ ياسين، المجتمع الدولي اليوم لم يبدي موقف واضح حيال ما يقوم به حفتر، لماذا هذا الموقف الخجول من المجتمع الدولي رغم أنه يعترف في حكومة الوفاق؟ هو في حقيقة الأمر أن المجتمع الدولي في البداية بدأ بالبداية خجولة وبلغة دبلوماسية تساوي بين الظالم والمظلوم وبين الباغي وبين المعتدى عليه، لكنه بعد ذلك حاول ووجد أنه وقع في حرج دبلوماسي، لأن كل يعني الترند الأمس يوم أمس كان الترند الأول في المنطقة كان هي ليبيا، وكان الحديث كله عن يعني الوجه القبيح للدبلوماسية الدولية، حتى وصلنا يعني يوم أمس ليلا مجلس الأمن الدولي يتحدث بشكل صريح عن حفتر، ورئيس مجلس الأمن الألماني يتحدث عن أن حفتر يجب أن يسحب قواتها إلى مواقعها. أيضا كان هناك رسالة وجهت من الإدارة الأمريكية لحفتر ولحفتر شخصيا، وكانت قد وصلت من قبل حكومة الوفاق إلينا، أكدت فيها الإدارة الأمريكية أنها ليست مع العملية العسكرية التي يقوم بها حفتر، وطالبت حفتر بسحب قواته وبالمضي في التسوية السياسية التي نرى أنها ما زالت بعيدة. نعم، الأستاذ ياسين قطاب الباحث السياسي الليبي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.